السلام عليكم واهلا بكم. بنكمل مع بعض حل كتاب المعاصر الاولى اعدادي الترم الاول 2024. حلينا مع بعض اول 6 وحدات، كل وحده بنحل الست دروس بالكامل في فيديو، وفيديو بنحل امتحانات الوحده، وفيديو تالت بنحل اسئله الكونفرزيشن كورنر. هتلاقوا كل ده في صندوق الوصف اسفل الفيديو، قائمه التشغيل فيها حل ال6 وحدات. والنهارده هناخد امتحانات الوحده السادسه بالكامل. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. بننزل حل امتحان او حل كتاب الملحق A Week is Enough، الكتاب الاضافي اللي جاي مع كتاب المعاصر. حلينا نصه بالكامل، وفضلنا الجزء الثاني هننزله ان شاء الله بعد ما ننزل فيديو النهارده اللي هو الفيديو الاخير في حل الامتحانات. بيج 324، صفحه 324 في كتاب المعاصر اولى اعدادي. لو في حاجه مش واضحه اكتبوا لنا في التعليقات، او حاجه طالبينها اكتبوا لنا في التعليقات ونبدا. بس ما تنسوش الاشتراك. شوف ذا كوريكت انسر، طبعا دي أسئلة اختياري مجمعة من اختبارات المحافظات على الوحدة السادسة. اختار الإجابة الصحيحة. كشري is very not many people like it، كثير من الناس بيحبوه، يبقى popular. الكشري محبوب، كثير من الناس بيحبوه. She put some water، هي حطت بعض الماء. In the kettle، في الغلاية. In the kettle، في الغيالة، في الغلاية. How much is this book، كم سعر هذا الكتاب؟ بسأل على سعر، يبقى it is 50 pounds مثلا، 50 جنيه، ما ينفعش liters ولا كيلوز ولا meters. السعر الإجابة بالجنيه. fish يعني السمك، is my favorite meal، يعني وجبتي المفضلة. don't use not cooking oil، it's unhealthy، ما نستخدمش ايه زيت طبخ كتير، ده غير صحي. الزيت لا يعد، يبقى too much، too much كثير من، ما نستخدمش زيت طهي كتير جدا، ده غير صحي. enough لا طبعا كافي، من اللي عدد لا، صم بعض لا. we don't have no rice، ما عندناش اي من الرز، او ما عندناش رز كفايه. we need to buy some، عايزين نشتري بعض، يبقى enough. ان ما تنفعش بتيجي قبل اسم مفرد المعدود الممدوء بنطق حرف متحرك. ان قبل اسم مفرد معدود، رايس ما بيتعدش. صم ما ينفعش عشان هنا نفي. ما تنفعش اللي برضو اسم معدود، يبقى enough، ما عندناش رز كفايه، عايزين نشتري البعض. It's cold، الجو بارد. You not wear a jacket، يبقى you should، ينبغي عليك أن ترتدي جاكيت. Not isn't a cooking verb، a cooking verb يعني فعل طبخ. مين فعل من الأربعة دول مش بيستخدم في الطبخ؟ Boil يعني يغلي، لأ أنا ممكن أغلي المية، add ممكن أزود، stir يقلب، يبقى pudding ده مش فعل طبخ. Rice pudding اللي هو رز بلبن. After we put sugar in tea، بعد ما نحط السكر في الشاي، we should ينبغي إيه؟ stir it، stir it well يعني نقلبه بسرعة جيدة، stir it well. May thinks that the knot of rice pudding is easy، تعتقد مي ان وصفة الرز باللبن سهلة، يبقى recipe وصفة طعام، recipe. النوع التاني من الأسئلة هو صح الصياغة. There are any biscuits، طبعا صم، any في النفي والسؤال، لكن دي جملة مثبتة تبقى صم. Would you like some cup of tea، يبقى a cup of tea. يا مستر ليه مش سام؟ سام دي بتيجي في العرض، في الطلب، بعرض عليك حاجة وبطلب منك حاجة، بس مع الاسم الجمع. لكن أنا بقول لك هل تحب فنجان شاي، اسم مفرد، يبقى إيه على طول؟ A cup. How much books؟ لا how many books؟ كم عدد الكتب؟ ماتش هنا بمعنى كمية أو ثمن، ما تنفعش، يبقى how many books؟ كم عدد الكتب. What I should do؟ ده سؤال، يبقى what should I do؟ أقدم should على الفعل. You should drink، لا you should drink، ينبغي أن تشرب. A lot of water، الكثير من الماء. أمين should eat snacks in the classroom، طبعا shouldn't، أنا بقول ما ينفعش أمير ياكل الوجبات فين؟ في الفصل، في أوقات للأكل، يبقى shouldn't. There are too much people، لا too many people، في الكثير من الناس في السوق، يبقى many كثير للعدد. You shouldn't eating too much chocolate، eat should أو shouldn't زائد المصدر. Can I have any water؟ Can I have some water؟ Some. You shouldn't eat a lot of fruits and vegetables، although you should، ينبغي أن تأكل الكثير من الفواكه والخضروات. You should eat a lot of fruits and vegetables. Page 325، 325 test on unit 6، امتحان على الوحدة الستة. هنا بيقول لي السؤال الأول listen and choose، استمع واختار. the correct answer، الإجابة الصحيحة from A B C أو D، من الأربع اختيارات. هنسمع ونختار. تاجن is a traditional meal in Morocco. مازن likes تاجن.
The taste of tagine is amazing. Is amazing. The name comes from the cooking pot. The cooking pot for this food. يبقى بسمع وبختار على حسب نص الاستماع. السؤال الثاني محادثة. Rana and Maya are talking about their favorite food. بيتكلموا عن طعامهم المفضل. قريبا إن شاء الله هننزل برضو شرح المحادثة. Rana بتقول إيه؟ What is your favorite food? إيه طعامك المفضل؟ قالت لها إجابة. قالت لها كشري. يبقى هنا هتقول My favorite food is kosheri. طعامي المفضل الكشري. تلاقي كشري فانتاستيك رائع. هتلاقي السؤال اجابته زي ار رايس لينتلز توميتوس اند باستا. رز وعدس وطماطم ومكرونه. يبقى ايه المكونات؟ يبقى مثلا وات ار اتس ingredients المكونات رز وعدس وطماطم ومكرونه. سؤال اجابته yes it is very delicious. هنا سؤال اجابته نعم يبقى شيل yes وادور على فعل مساعد فيه اللي هو verb to be. هقول is هنا تبقى بمعنى هل. is it delicious هل هو لذيذ؟ لا ايوه ده لذيذ جدا. what else do you like بتحب ايه تاني؟ قالت لها إجابة. What about you؟ قالت لها إجابة تانية. يعني ما حددليش أي نوع أكل. بتحب إيه؟ ممكن أقول إيه؟ I like rice pudding. بحب الرز اللبن. What about you وأنت؟ قالت لها مثلا I like rice pudding too. وأنا بحب الرز اللبن أيضا. قالت لها wonderful يعني رائع. wonderful يعني إيه؟ رائع. السؤال التالت قطع عليها مجموعة من الأسئلة. نقرأ القطعة ونترجمها ونحل الأسئلة. Everyone loves snacks. كل واحد بيحب الوجبات الخفيفة. But some snacks. ولكن بعض الوجبات are bad for us. سيئة لينا. What is the best way to enjoy healthy snacks? إيه أفضل طريقة عشان نتمتع بالوجبات الصحية؟ Page 326. وباقي القطعة. Is it okay to eat crisps and cakes sometimes? تمام لو أكلت شيبسيات وكيكس sometimes مش على طول. يعني sometimes يعني احيانا. but you should not eat too many of them. ما تاكلش كتير منهم. crisps have a lot of fat. فيها fat and salt. فيها دهون وملح. cakes chocolate and biscuits have a lot of fat and sugar. لكن الشوكولاته والبسكوت فيهم سكريات. too much of this type of food. كتير من هذا النوع is bad for our bodies. سيء لاجسامنا. fruit is a great snack. الفواكه وجبة رائعة. It is very good for us. جيدة لنا. And most people ومعظم الناس like its sweet taste. بيحبوا طعمها الحلو. You should eat between 2 and 4 pieces of fruit a day. ينبغي أن تأكل قطعتين أو 4 قطع من الفاكهة في اليوم. Beans and vegetables. الفول والخضار. Do not have much sugar or fat. ما فيهوش سكريات كتير أو دهون. They are very good for us. جيد لنا. So لذلك we should eat a lot of them. ينبغي أن نأكل الكثير منهم. يبقى ذم عايدة على إيه؟ عايدة على البينز على الفول and vegetables. اسألني فيها. عايدة على البينز and vegetables. Snacks يعني الوجبات الخفيفة like hummus with carrot and pepper are delicious. لذيذة. هيسألني في معنى كلمة لذيذة أو عكسها. We should be careful. ينبغي أن نكون حريصين. Even with healthy foods. حتى مع الأطعمة الصحية. Fruit juice. عصير الفاكهة. has got a lot of sugar. في سكر كتير. So we should not drink too much of it. ما نشربش كتير منه. Olives. الزيتون. Meat. اللحمة. And fish. السمك. Sometimes. أحيانا. Have a lot of salt. بيبقى فيه ملح كتير. طب تعال نحله كده. The underlying word delicious. كلمة delicious يعني لذيذ. Is the opposite of. عايز عكسها. تبقى terrible. فظيع أو وحش. The underlying pronoun them. الضمير اللي تحته خط them. Refers to. بيشير إلى إيه؟ يعني بيشير إلى إيه؟ هتبقى beans and vegetables. Fish sometimes have. السمك بيكون عنده إيه؟ السمك a lot of salt. كثير من الملح. النوع التاني من الأسئلة. Answer again. What is the main idea of the passage؟ إيه الفكرة الرئيسية للقطعة؟ ممكن نقول healthy. and unhealthy food. أطعمة صحية وغير صحية.
What do you think about snacks؟ ايه رأيك في سناكس؟ هقول سناكس سناكس هنا في سي بس ار جريت، هي رائعة، كلنا بنحب الوجبات الخفيفة، بط ولكن some of them بعضهم are بيكونوا bad for health سيئين للصحة. How much fruit كم كمية الفاكهة should you have every day اللي المفروض تاكلها؟ ممكن اقول ايه تبقى للقطعة، you should eat ينبغي ان تاكل، between بين two اتنين and four pieces واربع قطع of a fruit من الفاكهة a day في اليوم. السؤال الرابع اختار what is sweet species sweet spices used in cooking، يبقى حاجات حلوة او توابل حلوة تستخدم في الطهي، يبقى cinnamon is sweet spices. Can you tell me ممكن تقولي the not of this delicious dish، ممكن تقولي مكونات هذا الطبق اللذيذ، يبقى ingredients ingredients مكونات او مقادير الطعام. Page 327 Egypt is famous for مصر مشهورة ب many things بالكثير من الاشياء not it's delicious food including بما يشمل طعامها اللذيذ chocolate and biscuits الشوكولاتة والبسكوت contain a lot of بيحتوي على ايه اكيد sugar السكر salt ملح لا جوس عصير لا spices توابل لا there is an Egyptian food يوجد طعام مصري on the menu في قائمة الطعام menu قائمة الطعام list طبعا ما ينفعش دي قائمة مشتريات مثلا كريسبس المقرمشات او انواع الشمسي الشيبسي have a lot of fat and salt fat and salt I went to the pyramids ذهبت الى الاهرامات last week الاسبوع اللي فات they are amazing كان مدهشين جدا would you like نقط كوفي يبقى some coffee some في الاثبات والعرض والطلب مع الاسم الغير معدود زي بعض القهوة تحب تشرب قهوة باللبن يا أبي you not make noise in the school library you shouldn't لا ينبغي أن تعمل ضوضاء في مكتبة المدرسة there are not classrooms in our school في الكثير من الفصول يبقى too many much ما ينفعش عشان كمية و too much كمية أكتر من لازم ما ينفعش a lot كثير لازم يجي مع of يبقى الحاجة الوحيدة اللي تنفع مع classrooms اللي هي حجرات الفصل too many كثير جدا السؤال الخامس اقرأ وصح الكلمات اللي تحتها خط You shouldn't eat healthy food لا you should ينبغي أن تأكل الطعام الصحي We don't have some fruits لا any في النفي والسؤال ودي الجملة منفية There is too many people There are ليه يا مستر R عشان هنا الناس جامعة بدل إز أخليها R There are too much books تبقى too many ليه يا مستر مني عشان الكتب تعد فميني بوكس كثير من الكتب السؤال السادس اكتب باراجراف على الوجبة أنت بتتذكرها إن شاء الله بعد نهاية المنهج وحل كتاب اويك از انف هننزل شرح الباراجراف وشرح القطعه وشرح المحادثه كده يبقى خلصنا امتحان الوحده ونحل مع بعض اسئله ستوب هير توقف هنا 328 هنا بيقول لي سبلاي ذا ميسنج ووردز اكمل الاجزاء الناقصه هبه وعادل از ذير اني تشيز ان رايس بودنج هل في اي من الجبنه في الرز اللبن اسال نفسي في ولا مفيش طبعا مفيش يبقى نو There isn't لا مفيش جبنة طبعا في الرز باللبن There isn't سؤال إجابته I like nuts يبقى What do you like to eat تحب تاكل إيه What do you like to eat السؤال الثاني اختار I have a big apple عندي تفاحة كبيرة We can not eat together We can share ممكن نشاركها مع بعض أنت حتة وأنا حتة What is the things you need to do an activity حاجة بتحتاجها عشان تعمل نشاط يبقى equipment اللي هي المعدات They don't have جملة منفية والاسم جمع يبقى any bits ما عندهمش أي من الحيوانات الأليفة There are not delicious dishes في أطباق لذيذة on the table على الترابيزة يبقى في a lot of كثير من الوحيدة اللي تنفع Breakfast الفطار is very important meal وجبة
مهمة جدا 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 عشان تبدأ يومك. You should be جوه المصدر. You should listen يعني بقى أن تستمع carefully بحرص to your teachers لمدرسينك. السؤال التالت باراجراف عن healthy snacks وجبات خفيفة صحية. إن شاء الله هنشرحه زي ما قلنا بعد نهاية حل الكتاب وكتاب A Week is Enough. بيج 329 هنا بيقول لي اختار الاجابه الصحيحه. امتحان بورسعيد بيبقى كل اختياري حتى المحادثه كي، لكن احنا بالنسبه لباقي المحافظات بتبقى اسئله واجوبه عادي بس نتدربوا عليه. مروه اند هدير ار توكينج اباوت تاجن ويكلموا عن الاكله معينه. وات ار يو كوكينج هدير؟ بتعملي ايه يا هدير؟ بتطبخي ايه يا هدير؟ قالت لها ايه؟ اي ام كوكينج تاجن. Is it an Egyptian dish؟ هل ده طعام مصري؟ لا no it isn't طبعا، هو اكيد مش طعام مصري. سؤال اجابته meat vegetables fruit and spices لحمه وخضار وفاكهه وتوابل، يبقى what are the ingredients؟ ايه المكونات بتاعته؟ ايه المكونات بتاعته؟ How does it taste؟ يعني ايه مذاقه؟ او ايه طعمه؟ اوكي يبقى اكيد it looks delicious يبدو لذيذ. سؤال اجابته yes it is very good for health، ايوه هو جيد للصحه، هو كويس للصحه، هو مناسب للصحه. it is تبقى is it healthy؟ is it healthy؟ هل هو صحي؟ قالت لها ايوه هو مناسب للصحه. ما دام الاجابه فيها is السؤال ما ينفعش بdoes ولا ينفع بdid ولا ينفع بdid، ينفع بis. السؤال الثاني صح الصياغه there aren't any milk، اللبن لا يعد تبقى isn't. can I have any water؟ تبقى صم. isn't هنا عشان اللبن مفرد، اللبن مفرد فاختار معاه isn't وليس aren't، وisn't عشان منفيه. هنا ده ايه؟ ممكن اشرب يعني ده طلب، مع الطلب اختار صم، مع الطلب اختار صم مش اني. يبقى نمبر 7 صم. نمبر 8 you should be، لا you should be ينبغي ان تكون حريص. شو دول مثلا؟ he has any time for playing and studying، هو عنده اي وقت؟ طبعا ما تنفعش. ممكن اقول ايه؟ he has enough time، هو عنده وقت كافي، وقت كافي للعب والدراسه. there is too much people، لا too many، من العدد كده. يبقى خلصنا اسئله الوحده السادسه والاخيره اولى اعدادي. ناقص لنا فيديو حل امتحانات او حل تدريبات المراجعه والفيديوهات بتاعت كونفرزيشن كورنر، يبقى كده يبقى خلصنا الكتاب بالكامل. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. هننزل قريبا اختبارات اختبار المراجعه اللي موجود في نهايه الكتاب، وكمان اسئله الكونفرزيشن كورنر اللي ناقصه بتاعت المحادثه، ثم الجزء الثاني A Week is Enough، ثم بعد كده بقى اهم الامتحانات اهم المراجعات. فما تنسوش الاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.